نرجع لنقطة الاشتراطات المدنية. قدسك بتقول ان كان بعض من الاشتراطات هي انظمة الاطفاء، وكانت يعني في صعوبة في التعامل معها في ظل وجود البخور في الصلوات وفي الكنيسة، فهل في حلول بديلة تم طرحها؟ ما هو يوم الخميس اللي فات زي ما بقول لحضرتك كان في اجتماع بخصوص الحماية المدنية، وطرحنا بعض الحلول وبعض المشكلات، والمفروض اليومين اللي جايين هيبقى في زي لقاء تاني لتنسيق هذا الأمر ووجود حلول بديلة عشان يبقى بتاش الحماية المدنية اشتراطاتها معوقة للتقنين. ولكن اللي خلاص الكنائس اللي حصلت على تقنين الأوضاع بالفعل اتعاملت ازاي مع الموضوع ده؟ ما هي احنا بناخد التقنين وبعد كده بناخد موافقه الاشتراطات الحمايه المدنيه، ممكن بعد منفصله عن ديما، مش كل حاجه واحده. منفصل. تمام، خلينا واحنا في ختام هذا اللقاء، تقريبا المناطق اللي احنا مقبلين على تقنين اوضاع بعض الكنائس او المباني اللي فيها، هل في تحديد لبعض المناطق او المحافظات؟ أفتكر برضو موزعة على كل المحافظات. يعني أنا عندي بس هو الملحوظة أنا قلتها أن في أماكن القاهرة تقريبا يعني كده برضو عدد كبير فيه، حضرتك تقصد ولا قليل؟ الفيوم القاهرة اللي تقنن قليل، اللي تقنن فيهم قليل. طب واللي مطلوب تقنينه فيهم كتير؟ مش ما هوش كتير قوي بالنسبه للمحافظات، بس اللي كان يعني الفيوم دي صريخه كانت في دماغي، فالعدد فيها قليل قوي. بس ده اللي انا يعني اللي انا فاكره دلوقتي يعني. طب واكتر المحافظات او المناطق اللي كان فيها كثره في عدد التقنين بتاعها؟ مش عامل لها داتا الحقيقه يعني، اقدر اقول لك بشكل متساوي يعني نقدر نقول. ما هي كل ما تكون المحافظة عدد شعبها عموما كتير هيبقى فيها كنائس كتير. ممكن يكون الصعيد شوية، الصعيد أكتر. عظيم. طيب أتسابونا، يعني عايزين نعرف حجم المرونة اللي بيكون موجود لو الكنائس ما قدرتش أن هي تستوفي الشروط وتحقق الاشتراطات في المدة اللي منحت ليها، هل بيكون في مرونة في التعامل مع الموضوع ده؟ ما هي لما بتحصل زي مش عايز اقول كلمه مشكله، عايز اقول ملاحظات في احدى المحافظات او احدى الابرشيات، الموضوع بيترفع بيتصعد بيجينا في اللجنه وبنناقشه. يعني هو مش قادر يحل المشكله عنده او الموضوع عنده او الملاحظه عنده، وبنناقشه مع اللجنه ولا بنجد حلول ان شاء الله. يعني بيبقى في تواصل مع مختلف الجهات، وبيكون في مرونه، يعني بيتم مد المده مره تاني او مد مده مختلفه، وبيبقى برجع للابرشيه بتاعتي واشوف الدنيا فيها ايه، ويعني نحاول نقرب وجهات النظر وكده يعني. واتساب تتواصل مع اللجنه تنقل ليها الصوره. طبعا. تمام.